بعد المولود الأول بصير تغير على العلاقة ما بين الزوج والزوجة. شو أسباب هذا التغير وعمين الحق وشو الحل؟ رح نعرف هذا وأكثر مع دكتور يزن عبد، الأخصائي التربوي والأسري. صباح الخير دكتور، يعطيك العافية. كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك. صباح النور. أهلا دكتور. يعني دكتور حكيت لنا أنه المحور الأساسي اللي إحنا اليوم نتناوله بموضوع تغير العلاقة خصوصا بعد المولود الأول بين الزوج والزوجة هو إدارة التوقعات، ويمكن هذا هو يكون الباب أو المفتاح إلى حل وتجنب العديد من المشاكل ممكن تحصل من العلاقة بين الزوج والزوجة. فأول شيء قبل ما نحكي عن إدارة التوقعات بدنا نقول شو طبيعة التغير اللي بيحصل بهاي العلاقة بين الزوج والزوجة بعد إنجاب المولود الأول. الموضوع كثير مهم لأنه في شيء أنا بسميه من فترة من 5 سنوات الآباء الجدد. بدأت تبين عندنا ظواهر جديدة ما كانت عند الآباء القدامى. اختلاف الزمان والمكان، تطور النضج، حالة النضج بالذات عند جانب الأب. أنا أحكي على الزوج والزوجة فتزعلوش مني ولا تعتبروها. لا دكتور خد راحتك، بس إحنا تنتين ستات يعني. أيوه عشان هيك أنا غايب. ففي نوع من عدم النضج عم نشوفه عند الآباء الجدد، ومنلاحظه بأكثر من مستوى، بالخطوة، مستوى بالزواج، بس ببرز بشكل كبير لما يجي له الطفل الأول. وبصير عنده ردة فعل سلبية، بصير عنده نوع من الغيرة، بصير عنده نوع من مرتي بطلت تحبني، أمي كمان أمي شكلها ما بتحبنيش، حماتي ولا بتطيقني. بصير يسقط حالات انفعالية سلبية على البيئة المحيطة. حماتك وأمك مش مشكلة، بس المشكلة بأنه يسقط هذا الشعور على أنه زوجتك صارت تهتم بالطفل الأول، صارت وبعض الآباء أنا قابلت مجموعة منهم بصير عندهم غيرة من طفلهم الأول. أنا قعدت معهم قالوا لي أنا بغار منه، طفلي ابني أنا بغار منه، أنا برجع لطفولتي عمالي، أنا بحس بأنه كائن غير مرغوب فيه، بتعطيني إياه مرتي أنا ما بدي إياه، لأنه كون عندي عقدة واكتشفت أنه زوجتي بتحبنيش لما إجا طفلي. هذا من شاهده بوضوح ببعض الآباء الجدد، وهاي حالة أنا اكتشفت بأنه إحنا لما نصنف الآباء علميا في عنا الآباء السلبيون أخطر 4 أنواع آباء: الأب المتسلط اللي سيد الأوامر لهذا الجزء الأب القديم، في الأب المحارب اللي بضرب، وفي الأب الغائب اللي مسافر أو موجود وطول نهاره مع أصحابه أو بالشغل، موجود مش موجود، وفي الأب الطفل. هذا النوع بنسميه الأب الطفل بيظهر بعد إنجاب الطفل الأول. تمام. طب هذا الطفل أنا بدي أوقف عنده البغار، يعني كتير ظاهر غريب إنك تقولي بغار من ابنه يعني بغار منه، كتير إشي غريب، ولكن هل ممكن هذا يكون نتيجة إنه هذا الطفل الأب الطفل هذا نفسه أوريدي مدلع من زمان، يعني ناتج عن ترباية أمه لإله بهاي الطريقة، لأنه يعني مش طبيعي إنه يغار من ابنه. أحد أهم أسبابه هو طبيعته البيتية مع والدته. هذا الأب الطفل بكون عن جد ماخذ حيز كويس عند والدته، ماخذ حيز كويس عند أصدقائه، مش مدرك لأبعاد العلاقة الزوجية الحقيقية خاصة ما بعد الولادة. أو علاقته بزوجته ترى لطيفة بتكون وكيوت وأمورنا تمام، بس لما يجي هذا الطفل ما بعرف يدير الموضوع العلاقاتية بشكل صحيح، وبالتالي ممكن يوقع هاي المشكلة. فهي بالفعل دلوع الماما، في ذكريات من الماضي هي اللي بتأثر على حياته الزوجية. طيب إذا نحكي عن إدارة التوقعات، إذا هلا شو لازم يكون الدور على الأم أو الأب هون، الزوج أو الزوجة، إحنا هون عم نحكي عن العلاقة الزوجية، بموضوع إدارة التوقعات شو لازم نسوي عشان نتجنب وصول الأب لهاي المرحلة؟ أنا صراحة تعلمت جديد هذا الموضوع، عم بقرأ فيه وسمعت من صديق عزيز خبير أكيد جاي من الغرب عم بحكي عن إدارة التوقعات، والموضوع الآن يطرح لأنه عم نلاحظ بأنه في عندنا مشكلات كبرى عم بتصير بين البشر، وهاي المشكلات ممكن توصل لحروب، ممكن توصل لطلاق، ممكن توصل لضرب، ممكن توصل لعنف، ممكن توصل لنزاع. زي بالضبط الذرة لما نشتغل في علم الطب ونرجع لأصولها منلاقي في مشكلات جراثيم بكتيريا. بعلم السلوك الإنساني في عنا مشكلات إذا وجدت بصير عنا مآسي اللي هي إدارة التوقعات. لازم الزوج والزوجة يعرفوا بكل مرحلة حياتية هم بمروا فيها، من الخطبة لسنة أولى زواج لما بعد الميلاد، أنا إيش بتوقع من مرتي؟ لازم أعرف هذا التوقعات. ولازم الزوجة أنا إيش بتوقع من زوجي بعد المولود الأول، وأنا بفضل تنكتب هاي التوقعات، يعني أنا بتوقع من زوجتي إنه تزيد حبها إلي،
بتوقع من زوجتي انه تشاركني مع الطفل، اساعدها، بتوقع من زوجتي انه ممكن تكون احيانا معصبه ايجابا وسلبا، صح. تنكتب هي وهو وعادي جدا، وهذا احد اهم اذرع الحلول للمشكله هاي، وتنحط هاي التوقعات ويصير فيها نقاش. صح. انا بتوقع منك 1-2-3، بتوقعش منك 1-2-3، وانا بالتالي بتوقع منك 1-2، ويصير نقاش. احنا بشر، احنا الله خلقنا فينا عقل، قابلين على فكرة للحوار اللي غاب عن أسرنا وعن أزواجنا، نقعد نحكي أنا إيش بدي منك وإيش بدك مني. طب هذا الطلب أنا ما بقدر عليه، دير بالك، لأنه أنا هلأ عفوا لسه بفترة تعب، لسه الآن بفترة رضاعة وإرضاع، بفترة تدريب، أنا ما بعرف لسه هذا الكائن الحي الجديد، حبيبنا الجديد، ما بعرف، بدي أمي تساعدني، بدي أمك تساعدني. فبالتالي لما ندير التوقعات بشكل صحيح ونعبر عن هاي التوقعات بشكل صحيح، نتجاوز كثير من المشكلات صراحة. كثير حلو. طب دكتور، يعني بدنا نحكي أكثر بالتفصيل هلأ عن الحلول. يعني إحنا قلنا إيش عن موضوع إدارة التوقعات بشكل عام، ولكن إحنا نروح على أرض الواقع. جميل. لا، إحنا مش الكل بيعرف عن هذا الموضوع كثير منيح، وإحنا في مشكلة فعليا مرات بنكون لما الأب الزوج والزوجة بيتغير معاملتهم مع بعض وبتتغير حياتهم بعد المولود الأول. احكي لنا أكثر هلأ شو دور كل طرف. جميل. الآن في أدوار على الزوج وأدوار على الزوجة، وياريت تسمعوها، لأنه ممكن، وبحكيها بواقعية وعن مشاهدات لأعداد كبيرة من الأسر، هذا الطفل الأول بسبب عدم إدارة التوقعات بشكل صحيح يعمل شرخ في الأسرة، يستمر لعقود، وبعد فترة قليلة يدخلوا اللي بسميه، كل علم السلوك بسموه الطلاق البارد. إحنا في ناس والله عمرهم 50 و60 سنة إلهم عقود من الزمن، مطلقين طلاق بارد، عايشين من نفس البيت لكن ما حدش بيحكي مع حدا ولا بيقربوا على بعض ولا الأخير. سببها، أحد أسبابها اللي هو هذا الموضوع، عشان هيك يسمعوني كويس الشباب والصبايا، الأب والأم الجديد. الأب، وصيتي للأب، تذكر بأنه زوجتك الآن طالعة من مرحلة حقيقة ليست بالهينة، صح. لازم تقدر موقفها ووضعها. أول شيء نفسي، لأنها هي أم جديدة وبدها تتعلم وبدها تتعرف عاطفيا انفعاليا على هذا الابن. البعد الجسدي اللي كثير مهم بالنسبة للأنثى، أنه أنا كنت صبية وجسمي، والآن بعد الميلاد وانصحت ودي أنحف، هذا مقلق بالنسبة إلها، تذكر هذا الموضوع. البعد الآن الاجتماعي، الآن هي بين صحباتها، كانت زوجة أنت وياها عصفورين بأبصر إيش، هلأ معكم طفل ثالث، هذا البعد بيأثر جدا على الزوجة، بدك كمان تدركه. والبعد العقلي الآن، فكرها مشغول ذهنيا، مشغولة بالطفل، نام، رضع، صحي، تعب، دكتور، موضوع المطاعيم مثلا بشكل قلق مخيف، صح. بده ينضرب إبرة، بده ياخذ مطعوم بتمه، طب شو المطاعيم، طب فيها خطورة، قدر وضعها بأبعادها الأربعة عشان تفهم ليش هي شوية انشغلت عنك. هذا البعد. البعد الثاني للزوج، كتير راح تشعر بالسعادة وراح تتجاوز محنتك بأنه أنا بطلت تحبني والدلع والأب الطفل هذا، بأنك تشاركها، جيب الحفوضة وساعدها قد ما تقدر، جهز الرضعة إذا فيك تجهز الرضعة، كل 2-3 ساعات اتصل، اشعرها باهتمامك، أنت بترتاح قبل ما هي ترتاح. البعد الاجتماعي، شاركها وأنا حكيت كم سر بتهتم فيها الست لما تولد بعد الولادة، حاول أنك تطمنها، تزيد كلامك عن جمالها، تزيد تعبيرك الانفعالي اتجاهها، حبك إلها، الكلام العاطفي، يزيد التقارب الجسدي المعقول اللطيف بما يناسبها بعد الولادة، هذا كله بيطمنك قبل ما يطمن هاي الزوجة. هاي بعض الرسائل لجهة الأب الطفل. بس أنا بدي أزيد رسالة صغيرة كمان، مثلا إذا هي بتحب تطلع اجتماعيا وهيك، مش غلط لو هو حط البيبي يوم وطلعت، صح، هي ساعتها. يعني شافت أصحابها، كمان بيغير جو على الست. أنا تفاجأت روان وميس من بعض العائلات لسه إنه عيب أنا أحمل ابني وأمشي فيه، يعني هاي لسه الفكرة موجودة، أنا مش عارف. فخر للزوج وللزوجة إنه يحملوا الابن، وأحمل شنطة زوجتي اللي فيها الرضعة وفيها العدة كلها طبعاً، وابني، ونجيب الشيالة طبعاً، بالعكس هذا شيء أساسي جداً، صح. إنه أشعر بإني أنا أب، وإحنا بنات بنشوفه إنه قمة الرجولة لما نشوف هيك رجل عم بيساعد، صحيح. مرته بهاي الطريقة، صح. بالعكس، صح. يعني منكن له كل الاحترام، صح. والتقدير. طب على ناحية الأم ترشو، إنه برضو أنا بقول أحياناً الرجال يكونوا مظلومين، اللي بشوفه مثلاً لما يجي الطفل فعلياً الأم بتكون مشغولة ومغيبة تماماً عن كل ما تعلق بالزوج، يعني مثلا بتبطل تسأل فيه، بتبطل تشوفه، بتبطل تسأل عنه انه هو كيف شغله. هلا
أنا بعرف إنه بتكون الأم انشغالاتها، يعني أنا بحكي يمكن أقل ما يمكن هو قلة النوم اللي بتصير مع الأم خصوصا عند الولادة الجديدة، لما يكون البيبي جديد بتقعد مثلا يمكن أحيانا تقعد لها 6-7 ساعات مش نايمة مثلا طول الليل، فهذا الموضوع بيأرقها نفسيا وجسديا وغيره، فبتصير هي مغيبة تماما عن كل ما يحصل للزوج. لكن قديش برضو الزوجة لازم تيجي على حالها عشان هذا الزوج، ما بدي أقول إنه هو يصير مو شايف حاله داخل هذا المنزل، لكن عشان تتجنب كل هاي المشاكل اللي ممكن إنها تصير. هذا الجزء الثاني صح 100%، انه احنا مع الزوجه ومع انه صحيح مسؤوليه الطفل بدرجه كبيره الان وقت وجهد وتعب وقلق وارق على الزوجه، واحنا مقدرين هذا الموضوع، بس برضو عليها دور، وهذا اثاره الموضوع ترى ممكن يلفت انتباه كثير من الزوجات انه برضو عليك دور، ما حدا قايل انك انت تقصري بالطفل، بس أعطي كمان زوجك وقته وأعطي زوجك، إحنا ما بنحكي ترى كمية وقت عشان تطمن الزوجة أو الأم الجديدة، بدنا نوعية وقت مش كمية وقت. صح، نوعية أهم. هذا المهم، إنه سمعيه الكلام الحلو، سمعيه شوقك، فرجيه ابتسامتك لما تلاقي حالك شوي ارتحتي، رني عليه قولي له يا زلمة اشتقنا لك أنا وسوسو ولا أنا وفوفو. أخلي الجو الآن يدخل زوجك هذا الجو، خاصة إذا شفنا ردة فعل غيرة أو أب طفل، بيّن زوجك أنه عنده أب طفل، فورا اشتغلي على الجانب الانفعالي اللي عنده، وتركز وحدانا نصحهم على الجو الاجتماعي، لأنه عن جد أنا قعدت مع، أنا أول ما سمعت الموضوع قبل 2-3 سنين وقعدت مع ناس أنا بغار منه، أنا ما بدي أشوفه في البيت بحكي عن ابنه. فتخيلي يعني الوضع خطير، يعني ما تتغافل عنه الأم أو الزوجة. فبنصحها أعطيه نوعية وقت، وأعطيه نوعية وقت بينك وبينه انفعالية، وبينك وبينه وبين طفلك انفعالية. اشتقنا لك، هيو اسمع بنادي بابا، عاملي زي كأنه طفل حيكون سعيد، بس مش مبالغة طبعا فيه، فلازم تعطيه وقت. هلا الأمر الثاني شاركيه، يعني بس بدون طبعا انفعال، انت ما عمرك عملت انت، لا قولي له جيب لي اعطيني ذكرني تعال اصورك انت والطفل، ما احلاك عيونه زي عيونك، خلينا نقرب ما بينه وما بين الطفل. فلازم تعطيه نوعية وقت كافية عشان تدلله لهذا الزوج، لأنه يعني عن جد في شرخ، ولازم تنتبه أنه هي صح تعبانة ومتألمة، بس أنت كمان زوجة مش بس صح. أم أنت لساتك زوجة، ستبقى طبعا يعني إن شاء الله أجمل زوجة وزوجة. يعني كتير حلو فعليا، نصائح كتير مهمة صراحة دكتور يزن، يمكن غايبة عن كتير من الأباء والأمهات، فإن شاء الله الكل يكون استفاد وتضل هيك العلاقة الزوجية تصير أقوى بعد الطفل الأول، لأنه هيك المفروض يعني بعد الطفل الأول بتصير أقوى وأمتن، لأنه صار في هيك فرد جديد على الأسرة عم يطفي سعادة وبيطفي بهجة على البيوت. بدنا نتشكرك كثير دكتور يزن، شكرا لوجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك. شكرا دكتور. أهلا وسهلا. شكرا على المتابعة، لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شيء جديد.